هل تتذكر كيف كنت تركب ألواح التزلج هذه في حصة الرياضة؟ أو لنكن أكثر دقة، هل تتذكر كيف كنت تضرب أصابعك عند إمساكه بيديك؟ لقد صممت هذه الألواح بطريقة ما لتلحق أكبر قدر ممكن من الضرر بأصابعك، لكن تبين أننا كنا نخطئ في استخدام هذه المقابض الجانبية. في الواقع إنها حماية للأصابع وليست مقابض. صممت الحلقات البلاستيكية على جانبي اللوح لحماية أصابعك من الضربات التي تلقيناها نتيجة الاستخدام الخاطئ للمقابض. انظر، الطريقة الصحيحة لإمساك اللوح هي إدخال يديك عبر الفتحة وإمساك قاعدة اللوح، وهكذا ستحمي أصابعك من الاصطدام عند حمل لوح التزلج. عندما تخرج من الحمام وتلف نفسك برداء الحمام الدافئ، كيف تربطه؟ أنت تربطه هكذا، أليس كذلك؟ تمرر الحزام عبر الحلقات وتربطه حول خصرك. أعني أن كل الأحزمة تربط بهذا الشكل، لكن هل ينطبق هذا على رداء الحمام؟ في الواقع يمكنك ربط رداء الحمام بطريقة أفضل من هذه. مرر الحزام عبر أول حلقتين واسحبه بقوة، والآن سيكون من السهل ربطه بإحكام. انظر إلى رمز القسمة هذا، أراهن أنك لم تفكر قط بمعنى تصميم الرمز. إنه كسر، لكن استبدلت الأرقام بالنقاط. يبدو هذا منطقيا، أليس كذلك؟ لماذا لم نلاحظه من قبل؟ إذا قطعت الأفوكادو إلى قطع لكنك لم تستخدمها بالكامل، هناك طريقة لحمايتها من التحول إلى اللون البني. ضع قطعة الأفوكادو في كوب من الماء وضعها في الثلاجة، وهكذا ستبقى طازجة من 2 إلى 3 أيام. لقد حضرت الفشار في الميكروويف لتناوله أثناء مشاهدة فيلم ممتع، وها أنت على وشك سكبه من الكيس في الوعاء. لكن مهلا، في الواقع تتميز الأكياس التي يمكن تسخينها في الميكروويف بوجود فتحة صغيرة أسفل الكيس. قبل فتح الكيس كله، اقلب الكيس ورجه. صممت هذه الفتحة لخروج حبات الذرة غير الناضجة. رج الكيس جيدا لتخرج كل تلك الحبات ولتستمتع بوعاء فشار شهي. يمكنك استخدام الواقي من الشمس بطريقة مفيدة للتخلص من آثار قلم التحديد الدائم العالقة بالجلد. رش القليل من الواقي من الشمس على آثار قلم التحديد وافركه. ها قد زالت الآثار. يمكنك استخدامه أيضا لتنظيف الأسطح الصلبة مثل بلاط المطبخ. لذا إن كنت ترسم ولا اضطخت يديك بأقلام التلوين فلا تقلق، الحل موجود. إذا نفدت بطاريات جهاز التحكم عن بعد، فهناك ميزة خفية لمنحها عمرا أطول. أخرج البطاريتين وافرك نهايتهما معا على كلا الجانبين. تنظف هذه الطريقة النقاط التوصيلية وتمنح المواد الكيميائية داخل البطارية الوقت لإعادة التوزيع، وبالتالي ستحصل على وقت إضافي للذهاب إلى المتجر وشراء بطاريات جديدة. انظر للأعلى، هل ترى مروحة السقف؟ حسنا، إن لم يكن لديك مروحة سقف، تخيل أن لديك واحدة. تتميز مراوح السقف بميزة خفية ربما تجهلها، والتي قد تكون مفتاحا على المروحة نفسها أو زرا على جهاز التحكم عن بعد. لكن صممت معظم المراوح بطريقة تمكنك من تغيير اتجاه حركتها، وهناك سبب حقيقي يدفعك إلى فعل ذلك. في الشتاء يمكنك جعل المروحة تدور في اتجاه عقارب الساعة، مما سيدفع كل الهواء الساخن من السقف إلى الأسفل. وفي الصيف أنت بحاجة إلى جعلها تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة لسحب الهواء البارد المتجمع قرب الأرضية والدوران في جميع أنحاء الغرفة. ستفرح كثيرا عند سماع هذا. ربما يمكنك تشغيل الميكروويف في الوضع الصامت. أجل، هذا صحيح. لا شك أنك تبذل جهدا كبيرا لتجنب صدور صوت توقف المؤقت عند تسخين الطعام في وقت متأخر من الليل، لكن بالاستعانة بهذه الحيلة سيصبح الأمر أكثر سهولة. في الواقع يعتمد ذلك على العلامة التجارية للميكروويف، لكن إن ضغطت باستمرار على الزرين 0 أو 1 ستكون قادرا على تنشيط الوضع الصامت. والآن يمكنك استخدام الميكروويف متى أردت. حواجز الأبواب النابضة المثبتة بالجزء السفلي من الجدار ليست مجرد حواجز تمنع اصطدام الباب بالحائط، بل هي فاتحة للأبواب أيضا، حيث تلتصق بالباب وتبقيه مفتوحا. هل تعلم أنك ربما ترتدي حذائك الرياضي بشكل خاطئ؟ انظر إلى الثقب الصغير في الجزء العلوي حيث تنتهي الأربطة، يسمى هذا بمثبت الحذاء. هل يمكنك تخمين وظيفته؟ أجل، إنه يثبت حذائك ويحمي قدميك من البثور أو من انزلاق جوربك للأسفل. هذا سيء جدا، أليس كذلك؟ إذا كل ما عليك فعله هو إدخال الرباط في فتحة مثبت الحذاء لصنع حلقة صغيرة، ثم مرر الرباط من خلال تلك الحلقة. اربط رباطي الحذاء بإحكام كما تفعل عادة وسيكون حذاؤك ثابتا. بمناسبة الحديث عن أربطة الحذاء، إن ربطتها بقوة لدرجة أنك لم تستطع فكها بكل ما أوتيت من قوة، هناك مكون يستخدم في تحضير المخبوزات له سمة مميزة
قد تساعدك في حل مشكلتك هذه. أجل صحيح، يمكن لنشا الذرة أن يجعل الحساء أكثر كثافة أو أن يفك العقد المتينة. إنه بارع في ذلك، ويمكنك استخدامه لفك السلاسل والحبال وخيوط الغزل وغيرها. وضعت خاتم زوجتك في إصبعك ولم يخطر ببالك أن إصبعها أصغر من إصبعك بكثير، وها هو عالق. إذن ما الحل؟ كل ما عليك فعله هو الاستعانة بزجاجة ويندكس. صحيح ينظف ويندكس النوافذ، لكنه يتمتع بميزة سرية وهي نزع الخواتم العالقة. رش القليل منه وسينزلق الخاتم فورا. هذا رائع أليس كذلك؟ لكن لماذا لم يخبرنا أحد بذلك؟ لنفترض أنك تؤدي امتحانا وتكتب بقلم الرصاص، لكن أوبس لقد نسيت الممحى. لكن الغريب في الأمر أنك لم تنسى إحضار الخبز إلى الاختبار. حسنا، لديك إذن كل ما تحتاج إليه لتمسح تلك الإجابة الخاطئة. قم بتكوير الخبز حتى يصبح قوامه مثل الممحى، ثم امسح به مثل ما تفعل بالممحى. لماذا يخفي عنا الخبازون هذه الحيلة؟ ربما كانت ستنفعنا كثيرا في الامتحانات المدرسية. إن كنت ترتدي سترة جلدية، فأولا أنت شخص أنيق، وثانيا ربما لم تدرك ميزة تتمتع بها كل الستر الجلدية، وهي غير مخفية بل ظاهرة للجميع. إن الشريطين الموجودين على كتفي سترتك ليسا لزينة فقط، يمكنك فك هذين الزرين وارتداء حقيبة الظهر ثم إغلاقهما فوق الحزامين، وهكذا ستبقى حقيبتك ثابتة مهما حدث. عندما تكون بحاجة إلى تغليف بقايا الطعام فإنك تستعين بورق القصدير، لكن ربما لا تعلم أن بإمكانك استخدامه أيضا في غرفة الغسيل. تخيل أن أوراق التجفيف قد نفدت وأصبحت ملابسك التي تخرجها من المجفف مليئة بالشحنات الساكنة، لدرجة أنها تجعل شعرك يقف مثل شعر عالم شرير في الرسوم المتحركة. لكن لا تقلق، لدينا الحل. أحضر ورقتين من رقائق القصدير وحولهما إلى كرتين صغيرتين. ضع الملابس في المجفف وأضف إليها الكرات الصغيرة، وستخرج ملابسك خالية من الكهرباء الساكنة. يكون البيض المسلوق ساخنا جدا عند الانتهاء من سلقه، إذن كيف يمكنك إخراجه بسهولة؟ استخدم أداة الخفق. اضغط بأداة الخفق على البيضة وستدخل بين أسلاك المخفقة لتخرجها بسهولة. تحمل ألوان المشابك الموجودة على أكياس الخبز رسائل سرية، إنها تعرض لك اليوم الذي عبئت فيه قطع الخبز. يشير اللون الأزرق إلى يوم الاثنين، ويشير البني إلى الخميس، والأبيض إلى الجمعة. أجل، إنها ليست مجرد ألوان عشوائية، وتتبع معظم العلامات التجارية المصنعة للخبز النظام نفسه، لأن هناك شركة واحدة تزودهم بكل هذه المشابك، أي أن بإمكانك التحقق من نظارة الخبز بالنظر إلى لون المشبك. قد تبدو تلك الأسطوانة الموجودة في نهاية الكيبل عديمة الفائدة، لكن حلقة الفرايت هذه في الواقع مفيدة عند وجود عدة أسلاك كهربائية للتقليل من التدخل الكهرومغناطيسي. تعمل الأسلاك الكهربائية كالهوائيات غير المتعمدة، حيث تبث التدخل الكهرومغناطيسي. هناك سبب لجعل عجلة الدوران داخل الميكروويف دائرية. يوزع الجسم الدائري الحرارة بالتساوي على عكس المستطيل والمربع. عندما تضع وعاء من هذه الأشكال في الميكروويف، تتركز الطاقة على الزوايا بدلا من أن تتوزع بالتساوي كما هو الحال في الوعاء الدائري. يستخدم مقياس درجة الحرارة في جهاز التحميص عادة لتحديد مدى قرمشة الخبز المحمص الذي تفضله، لكن الاستخدام الآخر الأكثر دقة للمقياس كان لأنواع الخبز المختلفة. تسخن أنواع الخبز الأبيض والحلو بسرعة أكبر مقارنة بالخبز البني وخبز الجاودار الثقيل. كلما كان الخبز قديما احتاج إلى المزيد من الوقت في المحمصة لضمان حصوله على اللون البني الذهبي الذي تريده. تمنحك معظم الأفران خيار ترك الباب مفتوحا عند شوي الطبق بالداخل. ربما تعتقد أن الهدف هنا هو المساعدة في تبريد الفرن بعد الاستخدام. في الواقع الغرض منه هو التركيز على طهي الجزء العلوي من الطبق والتأكد من وجود طبقة قشرية. يمنحك التحكم في تراكم الحرارة والبخار بإخراجهما من الباب المائل قليلا، النتيجة المرجوة دون طهي الطبق بالكامل حتى يصبح مقرمشا. لعلك لاحظت أن غسالة الأطباق بها مناطق محددة للأنواع المختلفة من أدوات المائدة والأطباق، لكن يجب أن تكون جميع الأطباق متجهة نحو المركز وليس كلها في اتجاه واحد. تحدد أيضا أنواع الطعام الموجودة على الأطباق المكان الذي يجب أن توضع فيه في الرفوف. وبما أن الرذاذ يكون أكثر قوة في منتصف الغسالة، يجب أن توضع هناك الأطباق الملطخة ببقع الكربوهيدرات من الطماطم والبطاطس. يكون المنظف مركزا أكثر
أكثر على الخارج، مما يؤدي إلى تنظيف يشبه تأثير الشلال. لهذا يجب أن توضع هناك البقع التي تحتوي على البروتين كبقع البيض. تقوم مراوح السقف بدفع الهواء البارد للأسفل في الأيام الحارة وتدويره في الغرفة، لكن يمكنها أيضاً أن تكون مفيدة خلال فصل الشتاء بنفس الفعالية إذا شغلت المفتاح الجانبي أو استخدمت البكرة. لذا إن كنت تريد توفير المال وتحاول تدفئة غرفتك بسرعة في يوم بارد، فقم بتشغيل المروحة. ستدفع المروحة الهواء لأعلى وتوزع الهواء الدافئ في أرجاء الغرفة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغرفة بكفاءة أكبر. هل ما زلت تستخدم الملاحظات اللاصقة بدلاً من تلك التطبيقات الجديدة التي تضم مختلف الأدوات؟ أهلاً بك معنا. يمكن أن تتكور الملاحظات بطريقة مزعجة بغض النظر عن الغرض الذي تستخدمها من أجله. إن واجهت هذه المشكلة فهذا ناجم عن تقشيرها من الأسفل إلى الأعلى. سيضمن تقشيرها من الجانب بقاءها مسطحة وجاهزة لتذكيرك بمهامك اليومية. هل تعلم أن فتاحات العلب لم تصنع إلا بعد مرور 50 عاماً على وجود العلب المعدنية؟ إذن كيف يمكن فتح تلك العلب؟ هناك طريقتان بديلتان إن لم يكن لديك فتاحة علب. كل ما تحتاجه هو ملعقة معدنية. ضع العلبة على المنضدة وثبتها بقوة، وأمسك رأس الملعقة بإحكام. اضغط وافرك حافة العلبة بقوة على مساحة صغيرة. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن ستتمكن أثناء الفرك من فتح حفرة صغيرة. بمجرد أن يصبح الثقب عريضاً بما يكفي لطرف الملعقة، ارفع الغطاء لأعلى وواصل تحريك الملعقة على الحافة لتتمكن أخيراً من الوصول إلى الطعام الذي حصلت عليه بشق الأنفس. تعتمد معظم المراحيض في عملها على ضغط المياه والجاذبية، لهذا لن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي عليها. ولكن إن كان مرحاضك بحاجة إلى الكهرباء كي يعمل، فلا بد أن تقلق من استخدامه عند انقطاع التيار الكهربائي. الخبر السار هو أن الكهرباء تستخدم فقط لملء المرحاض وليس لتنظيفه. وبما أن آلية الشطف لا تتعطل، افتح خزان المرحاض واسكب به الماء، وستتمكن من التخلص من كل ما تريد. يحدث الانسداد في مجاري الاستحمام على مدى فترة زمنية طويلة، وهو أمر حتمي. نفقد يومياً ما بين 50 إلى 100 شعرة، ويبقى الكثير منها في مصارف الاستحمام. لا يشكل الشعر إلا أساس الانسداد الذي يجذب ويراكم العديد من الأشياء الأخرى. تتمثل إحدى طرق التخلص من تلك التراكمات في استخدام المكنسة الكهربائية بوضع الخرطوم في الفتحة عند إزالة القابس. ضع قطعة قماش مبللة حول الخرطوم لضمان عدم تسرب الهواء، وستمتص المكنسة الكهربائية الأوساخ المسببة للانسداد بسهولة. سيساعد هذا الإجراء في تجنب دفع أي تكاليف زائدة للسباكين، لأنهم يستخدمون التقنية نفسها. لجعل الشموع تدوم لفترة أطول، قم بقص فتائلها عدة مرات وضعها بعيداً عن الماء والرطوبة قدر الإمكان. سيضمن هذا بقاء شمع الشمعة ثابتاً ويواصل الاحتراق ببطء لفترة زمنية أطول. المساحة الفارغة بين الأجزاء في باب الفرن موجودة لسبب. يمكنك وضع فرشاة هناك لتنظيف زجاج باب الفرن. من السهل الوصول إلى هذه المساحة من خلال الجزء السفلي من الباب. افتح الرف السفلي ثم ادفع الفرشاة عبر الفتحة. قد تجد أثناء عملية إيقاف السيارة في المرآب صعوبة في تحديد مدى قربك من جدار المرآب، فلا تحتوي جميع السيارات على مستشعرات تضمن لك الحفاظ على المسافة الصحيحة قبل أن يقوم المصد بصنع فجوة على الحائط. سيساعدك وضع حبل مع كرة تنس معلقة من السقف على تحديد المسافة الصحيحة للوقوف بعيداً عن الحائط. لقد طلب منا جميعاً فك القفل باستخدام مادة التشحيم. نعم، نعلم جميعاً ضرورة وجود هذا الشيء في المنزل، ولكن إن لم نقم بذلك فإن البديل الرائع هو الرسم باستخدام قلم رصاص رمادي على حواف المفتاح ثم وضعه في القفل. واصل القيام بذلك حتى يصبح ثقب المفتاح مزيتا بشكل مناسب ويعمل المفتاح بسلاسة. تتعرض الكماشة للتلف عند استخدامها لتعديل الحنفيات ورؤوس الدش، كما أنه من الصعب الإمساك بها. أحضر قطعا من نهاية خرطوم حديقة قديم وثبتها بفكي الكماشة. ستجد تحسنا كبيرا في قبضتها وستتجنب تلفها. يمكنك إعادة استخدام قطع المطاط القديمة بطرق مفيدة. إن كنت تواجه مشكلة في استخدام مفك البراغي ولم تستطع تثبيته، فجرب استخدام شريط مطاطي.
ضع قطعة منه فوق البرغي وستزداد قوة السحب للمفك بشكل كبير. قد يؤدي نقل القوالب الأسمنتية إلى الألم في الظهر، وحتى لو كانت لديك عربة يد، قد تكون عملية وضع الأسمنت على الأرض دون إحداث أي ضرر عملية محفوفة بالمخاطر. لكن يمكنك الاستعانة بثلاثة أنابيب أسطوانية لتجاوز ذلك. مهما كان حجم القوالب، جرب رفع حافة القالب على الأنبوب الأول بقضيب رفع، ثم ادفع القضيب وأنت توجه الأنابيب الثلاثة تدريجياً نحو الموقع المطلوب، لكن تجنب فعل ذلك على المنحدرات. يمكن للضربة الأولى على المسمار أن تحقق نجاحاً كبيراً أو أن تسبب لك ضربة على إصبعك. صمم دبوس الشعر بطريقة مثالية لتثبيت المسمار في مكانه، مما يبعد يديك عن أي مصدر للهطر ويمكنك من ضرب المسمار دون خوف. استخدم قلم تلوين شمعي بدلاً من قلم الرصاص أثناء العمل بمنشار مبلل لضمان عدم اختفاء العلامات، كما سيكون من الأسهل رؤية اللون تحت الماء العكر. قد يستغرق التحقق من المزاريب الموجودة على السطح للتأكد من حاجتها للتنظيف الكثير من الوقت، لكن يمكنك استخدام شريط لاصق لتثبيت مرآة في نهاية مكنسة طويلة والتحقق من حاجة المصرف للتنظيف. ولمساعدتك أكثر في تحقيق التوازن أثناء فحص المزاريب، قم بتثبيت حذائين قديمين في نهاية السلم، وسيمنحك ثبات الحذاء على الأرض المزيد من الأمان. عادة ما يأتي الزفت السائل في أنابيب ضخمة، لذا لا يمكنك استخدامه كله مرة واحدة، وتشكل الأطراف المتحجرة من هذا السائل انسداداً في الأنابيب. لتجنب هذه المشكلة، أحضر سدادة قديمة واصنع بها ثقباً لصنع غطاء مثالي لإخفاء العازل السائل. والآن أصبح الأنبوب جاهزاً للاستخدام مرة أخرى دون أي انسداد. لا يمكن الاعتماد على تقييمات النجوم في الفنادق نظراً لاختلاف أنظمة التصنيف من دولة إلى أخرى. ففي إيطاليا مثلاً يمكن منح الفندق 5 نجوم لمجرد وجود مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ويتحدث موظفو الاستقبال هناك 3 لغات. بدلاً من الاعتماد على النجوم، انظر إلى التقييمات أو المراجعات الخاصة بالفندق. يمكن للحجز المتأخر أن يمنحك أفضل العروض. إن لم تكن إقامتك عاجلة فجرب حجز غرفة في يوم الإقامة، يحتمل أن تحصل على خصم إن لم يكن الفندق ممتلئاً. يقوم مديرو الفنادق بتخفيض أسعار الغرف في اللحظة الأخيرة لملئها. يفضل أيضاً أن تحجز من موقع الفندق مباشرة، فغالباً ما تعرض المواقع الخارجية الغرف الأسوأ أو ما يتبقى من الغرف. يرجح أيضاً أن يقدم لك الفندق سعراً مخفضاً إن قمت بالحجز المباشر، هذا لأن المواقع الخارجية تفرض رسوماً على الفنادق. بمجرد وصولك إلى مكتب الاستقبال لتسجيل الوصول، قد تجد أن موظفي الفندق يعرفونك فعلاً. قد يبدو هذا مخيفاً بعض الشيء، لكن الهدف منها التعرف عليك لجعل إقامتك مريحة أكثر. إذا كان مفتاح الغرفة يحتوي على شريط مغناطيسي، فتجنب وضعه قرب هاتفك الخلوي أو قريباً من محفظتك. يمكن للمغناطيس القوي الموجود في هاتفك مسح بطاقة الدخول، أي أنك لن تتمكن من الدخول إلى غرفتك. والآن قمت بتسجيل الوصول وسنتجه معا إلى غرفتك. إنهم يراقبونك أثناء وجودك في غرفة النوم وفي الحمام. كلا، أنا لا أتحدث هنا عن أطفالك الصغار. قد يكون أحد آخر الأشياء التي تفكر فيها عند الذهاب في إجازة هو ما إذا كانت الغرفة التي تقيم فيها تحتوي على كاميرات مخفية مثبتة في كل مكان. بالنسبة للمبتدئين، يمكن البحث في الأماكن الواضحة في الغرفة الفندقية لاكتشاف أي كاميرات خفية. يقول بعض الخبراء أنه إن لم تتمكن من العثور على شيء في مكان مكشوف، فيمكنك الاستعانة بهاتفك الذكي لإجراء عملية تمشيط بسيطة. تحتوي جميع الكاميرات على عدسات، وجميع العدسات تعكس الضوء، وبالتالي هناك طريقة سريعة للتحقق من وجود كاميرات خفية، وهي إغلاق جميع الستائر في الغرفة وإطفاء الأنوار. استخدم مصباح هاتفك لتوجيهه إلى الأماكن أو الأشياء التي يحتمل وجود الكاميرا الخفية فيها. يعد كاشف الدخان الموجود في السقف من الأماكن الواضحة التي يمكن التحقق منها. أحضر كرسياً ووجه الضوء إلى كاشف الدخان مباشرة، وانظر إن كان هناك ضوء أحمر أو أزرق ينعكس عند توجيه الضوء. عليك القيام بذلك ببطء، حيث يحتاج الضوء إلى ضرب العدسة بالزاوية الصحيحة كي تتمكن من رؤية الانعكاس. حتى اللوحة الموجودة في الغرفة قد تكون وكراً محتملاً للكاميرا الخفية. ومن بين الأشياء الأخرى المثيرة للريبة، أي مصابيح أو ثقوب في الجدران أو في داخل الخزانة.
الشيء الآخر المخيف هو مرآة الحمام، لكنك ستواجه صعوبة في التحقق من هذا المكان، لذا عليك التحلي بالصبر عند فحصه. فيمكنك أيضا استخدام كاميرا هاتفك لاكتشاف كاميرات المراقبة التي تتجسس ليلا. تبعث هذه الكاميرات السرية أضواء الأشعة تحت الحمراء التي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها، وذلك كي تتمكن من العمل في الليل. ستحتاج أيضا إلى إطفاء الأنوار ووضع الكاميرا في وضعية السيلفي. تحتوي الكاميرا الخلفية في معظم الهواتف الذكية على مرشح للأشعة تحت الحمراء، لكنه غير موجود في الكاميرا الأمامية. يمكنك توجيه جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز إلى الكاميرا الأمامية والضغط على أي من الأزرار لرؤيته بنفسك. إذا ظهر على شاشة الهاتف ضوء أحمر ساطع، فهذا يعني أن المرشح يعمل. كل ما عليك فعله هو تحريك الكاميرا في الظلام في محاولة للعثور على ضوء ساطع في مكان قريب. من الجيد تكرار عملية المسح ثانية لتتأكد بأنك لم تفوت شيئاً. من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو تنزيل تطبيق يعرض الأجهزة المتصلة حالياً بشبكة الواي فاي التي تستخدمها. يمكن لهذا التطبيق أن يعرض الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب وأجهزة التلفاز الذكية، وفي أسوأ الحالات الكاميرات الخفية المتصلة. يمكن لمسح الترددات اللاسلكية اكتشاف أي كاميرا لاسلكية في الغرفة حتى لو كانت متصلة بشبكة واي فاي خاصة بها، لكن قد لا يخلو الأمر من الصعوبة نتيجة وجود العديد من الأجهزة اللاسلكية في الموجات الهوائية. يمكنك التقاط إشارات عشوائية حتى لو قمت بإيقاف تشغيل جميع أجهزتك وأي إشارات إرسال لاسلكية. هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها، وهي إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية عند دخولك إلى الغرفة الفندقية. تتصل معظم الكاميرات بشبكة لاسلكية، لهذا ستتوقف عن العمل. وإن تلقيت اتصالا من مكتب الاستقبال بإخبارك بأن الشبكة اللاسلكية معطلة في غرفتك، فستكون هذه إشارة تحذيرية. ليس هناك سبب يدفعهم إلا الاهتمام بمعرفة ما إذا كان قد تم إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية عمدا. قد يعني هذا أن الكاميرات متصلة بالشبكة اللاسلكية المحلية. عند الاتصال بالشبكة اللاسلكية في غرفتك الفندقية للمرة الأولى، عليك توخي الحذر فيما يتعلق بمشاركة معلوماتك الشخصية. والآن ماذا عن الغرفة بشكل عام؟ إن لم تكن راض عنها يمكنك طلب تغييرها، ولن يتردد المدير بتقديم المساعدة إن كانت هناك غرفة متاحة. وعند الاستقرار في الغرفة ستتجه إلى الحمام للتحقق من العينات الموجودة هناك. إن كنت تظن أنك تأخذ الشامبو المجاني سرا فأنت مخطئ، إذ يريد الفندق منك أخذه. تحمل تلك العناصر شعار الفندق، وبالتالي أنت تقدم لهم دعاية مجانية عند وضع هذه المنتجات في منزلك. لكن الأرواب والمناشف موضوع مختلف. تقوم العديد من الفنادق الآن بإضافة شرائح بترددات لاسلكية لتتمكن من تتبع العناصر المسروقة. من الأشياء التي قد لا تجدها في حمام الغرفة الفندقية معجون الأسنان. بالنسبة للفنادق ذات الميزانية المحدودة، غالبا ما يكون طلبه مكلفا للغاية نظرا لتصنيفه على أنه من المستلزمات الطبية، ويحدث العكس في الفنادق الفاخرة. لا يمكنهم العثور غالبا على معجون أسنان فاخر بما يكفي لوضعه في غرفهم. قد تلاحظ قرب المرحاض أيضا شيئا يشبه الهاتف، لكنه من متطلبات حصول الفندق على تصنيف 4 ماسات، وهو ضروري لأغراض السلامة. فإذا سقطت في الحمام أو علقت بداخله لسبب ما، يمكنك استخدامه لطلب المساعدة. لا يعتبر الترتيب المثالي للمناشف المستخدمة أمرا مستحبا في الغرف الفندقية. هذا غير مفيد أبدا. القاعدة العامة هنا تفريغها في مكان ما كوضعها على أرضية الحمام أو في حوض الاستحمام. حينها سيرى الموظفون أن عليهم تبديل المناشف. أما إن وضعتها بطريقة مرتبة فقد يخطئ الموظفون ويتركونها كما هي ظنا منهم أنها ما زالت جديدة. أنت ذاهب في رحلة منخفضة الميزانية وأحضرت معك بعض الأجهزة لتتمكن من تحضير الطعام في الفندق. لا مشكلة، ولكن إذا كان هناك منفذ واحد وتريد سلق البيض في الغلاية الكهربائية، ربما عليك تجنب فعل ذلك. أنت لا تعرف أبدا قدرة المنفذ، وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق في الفندق، لذا تناول الشطائر أو أي شيء آخر سهل التحضير. التقط أي ورقة من حولك. امسح القهوة التي سكبتها على الأرض. لا ترتب السرير. سيبدل الموظفون الملاءات في جميع الحالات،
وإذا قمت بترتيب السرير بعد الاستيقاظ مباشرة فأنت في الواقع تقوم فقط بتكوين بيئة مظلمة جميلة لعث الغبار الصغير. ابحث دائما عن الفنادق التي تشمل الإقامة فيها وجبة الإفطار. عادة ما يكون تناول الإفطار في مطعم قريب أكثر تكلفة بكثير. عدا عن ذلك على الأرجح لن تعرف إلى أين ستتجه. من الأفضل بكثير تناول الإفطار في الفندق، حيث هناك بوفيه مفتوح تتوفر فيه القهوة والجبن واللحم والخبز المحمص والفاكهة. يمكنك تناول القدر الذي تريده من الطعام لتبقى شبعانا ولن تحتاج لوجبة الغداء. بالطبع يمكنك غلي الماء لتحضير النودلز، ولكن إن كنت تشتهي شريحة من الخبز المحمص فإياك أن تحاول تحضيرها مستخدما المكواة. قد يفاجئك هذا، ولكن هناك أشخاص حاولوا فعلا تسخين البيتزا بمجفف الشعر، وماذا حدث؟ انتهى بهم المطاف بالبحث عن فندق آخر ومطعم حقيقي. قد يبدو ما سأقوله مضحكا، لكنه يحدث فعلا. تجنب غلي جواربك أو أي قطعة ملابس أخرى في الغلاية الموجودة في الغرفة. يدعي بعض مديري الفنادق حدوث ذلك. قم فقط بإرسال ملابسك إلى موظفي خدمة التنظيف في الفندق. إليكم لغزا مسليا. ما المدينة الأمريكية المحبوبة كثيرا لدرجة أن اسمها يكرر مرتين؟ ربما خمنت الإجابة، نيويورك. نيويورك، لكن هناك مشكلة. ما مدى معرفتنا بنيويورك وخباياها؟ أتحدث هنا عن المدينة الممتدة أسفل المدينة. هل تجرؤ على الانضمام إلي في جولة تحت أرضية نيويورك؟ لا تنسى إحضار الكشاف لأن المكان سيكون مظلما. سنبدأ من قلب مانهاتن أمام مبنى مجلس المدينة الرومانسكي. صدق أو لا تصدق، توجد تحت أقدامنا أقدم محطة مترو أنفاق في نيويورك، وتعرف بمحطة مجلس المدينة القديم. افتتحت المحطة في 27 من أكتوبر عام 1904، وكانت ليلة احتفال لكل سكان نيويورك. كان الناس متحمسين للغاية، وبعضهم قضى الليلة بأكملها يركب القطارات ذهابا وإيابا. ذلك لأن النيويوركيين كانوا يتنقلون في عربات تجرها الخيول، وبالتالي كان مترو الأنفاق حدثا مهما في تاريخ وجغرافيا المدينة المترامية الأطراف. قد تشعر بأنك مسافر عبر الزمن عندما تخطو إلى محطة مجلس المدينة القديم. البنية المعمارية مذهلة وفريدة من نوعها. بالتأكيد لم يعد أحد يهتم بتصميم محطات مترو الأنفاق بهذا الشكل. ومن الحقائق الطريفة أن بناء محطة مجلس المدينة القديم سيكلف اليوم حوالي 6.2 مليون دولار. في يوم تدشين المحطة كانت تتدلى من أسقفها عشرات الثريات، ناهيك عن أقواس البلاط متعدد الألوان والأسقف الزجاجية الملونة التي يمكنك رؤيتها اليوم، وكانت من المناطق القليلة في المدينة التي تعمل بالكهرباء. مذهل أليس كذلك؟ إذا قررت التجول في المسارات ستجد مفاجآت جميلة. نيويورك تحت الأرض مذهلة على غرار المدينة فوق الأرض، لكن ما نعتبره في العادة من المسلمات هو ما تحتاجه عجلة نيويورك خلف الكواليس للدوران. في الأسفل قد ترى واحدا أو اثنين من أنابيب البريد الهوائية لمدينة نيويورك. صممت تلك الأنابيب في القرن 19 وظلت تعمل حتى خمسينيات القرن 20. كانت مسؤولة عن توزيع بريد الأشخاص عبر مكاتب البريد المختلفة. تدفقت الخطابات بسرعة مذهلة تصل إلى 56 كيلومترا في الساعة، أي بسرعة عداء محترف في المسافات القصيرة تقريبا. يبدو نظاما مفيدا بكل تأكيد، لكن لا شك أنه من الغريب تخيل تنقل رسائل الناس على عمق 5 أمتار تحت الأرض. في العودة إلى سطح الأرض سوف نتجول في شارعي ليكسينغتون وبارك الفارهين. إذا نظرت للأعلى سوف ترى فندق والدورف أستوريا الشهير من فئة الخمس نجوم. أقام العديد من المشاهير هنا من قبيل جون لينون ويوكو أونو إلى جانب عدد من الرؤساء مثل فرانكلين روزفلت. لهذا السبب يستخدم الفندق بنية تحتية سرية لتهريب الأشخاص إلى داخل وخارج الفندق. أسفل المبنى يوجد نفق يعرف بالطريق 61 يربط فندق والدورف أستوريا بمحطة جراند سنترال. خرج الطريق من الخدمة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، لكن يقول البعض إن أندي وارهول أقام حفلا هناك في الثمانينيات. أراهن على أنه كان حدثا كبيرا. في الجزء التالي من جولتنا سوف نستقل مترو الأنفاق إلى أعالي المدينة.
سننزل عند شارع 125 لنجد أنفسنا عند الواجهة البحرية الخلابة لمنتزه ريفرسايد. هنا ستجد مسارات مهجورة لخط مترو الأنفاق القديم. إذا اتبعت المسارات ستجد نفسك في معرض للجداريات تحت الأرض، أو ما يعرف بنفق الحرية. سمي النفق تيمنا بفنان جداريات من الثمانينيات كان يعرف بين الجمهور باسم فريدوم، أي الحرية. وأثناء استكشاف تلك الأنفاق سوف نرى أكثر من 40 جدارية رسمها خلال أكثر من 15 عاما. ستبهرك لوحات عملاقة لجيمس دين والموناليزا، بالإضافة إلى جدارية لفريدوم نفسه. لنواصل المسير، سنتجول في أنحاء الجزء الشمالي في مدينة نيويورك قليلا. ستشعر عند السير في منتزه فان كورتلاند بأنك بين أحضان الريف والطبيعة، لكن صدقني ما زلت في المدينة. على طول الطريق سوف ترى بعض أبراج التهوية الكبيرة المصنوعة من الحجر. كانت تلك الأبراج ذات يوم جزءا من البنية التحتية لمدينة نيويورك القديمة، وهي تشكل أطلال ما كان يعرف بقناة كروتون القديمة. في القرن 19 كان مصدر مياه المدينة يتدفق من خلال نفق تحت الأرض طوله 66 كيلومترا على طول الطريق من نهر كروتون في شمال نيويورك إلى برايانت بارك في وسط مانهاتن. وربما ينبغي أن أخبركم أن برايانت بارك لم تكن متنزها، بل يوجد بها هيكل حجري ضخم يشبه ما كان يبنيه المصريون القدامى. هذا البناء الممتد على مساحة 16200 متر مربع كان عبارة عن خزان مياه للمدينة، حتى إنه يحتوي على مسار بالأعلى يتيح للزوار الاستمتاع بجولة جميلة ما بعد الظهيرة ومشاهدة مياه الخزان المتلالئة. والآن ربما جعلتك هذه الجولة الاستكشافية تشعر بالجوع، لا تقلق، ستجد في محطتنا القادمة ما يسرك. سنغادر مانهاتن صوب بروكلين. وإن كنت تجهل هذه المعلومة، فمدينة نيويورك تتكون من 5 أحياء، هي مانهاتن وكوينز وبرونكس وجزيرة ستاتن وبروكلين. محطتنا القادمة هي كراون هايتس. هل تصدقني إذا أخبرتك أن أسفل تلك الشوارع توجد كهوف مليئة بالجبن المعتق؟ يا له من أسلوب باريسي. للنزول إلى هناك ستحتاج إلى الذهاب إلى مبنى عمره قرن من الزمان يستغل حاليا كفضاء إداري. سنلوح مرحبين بجميع الموظفين المجتهدين، ثم نختفي في أحد السلالم للنزول 10 أمتار تحت الأرض. لن تحتاج إلى كشاف هنا، الكهوف ساطعة وتم تجديدها لاستيعاب ما يصل إلى 10,000 كيلوغرام من الجبن، لكن قد تجد الرائحة قوية لا تطاق. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعهم لاستخدام أنفاق تحت أرضية لتعتيق الجبن في المقام الأول. بعد قضمة أو اثنتين من الجبن اللذيذ نواصل جولتنا، ونحن ما زلنا في بروكلين. قد ترى الكثير من سكان الحي يستمتعون بيومهم المشمس في مسبح مكارم بارك، ويعتبر هذا المسبح من المعالم المميزة للمدينة، فهو أكبر من المسبح الأولمبي 3 أضعاف. وبعد هذه الجولة في مدينة نيويورك قد لا تقاوم إغراء المياه وتجربة السباحة بنفسك، لكن هناك أمر مثير للاهتمام بشأن هذا المكان. تم بناء حمام السباحة في مطلع القرن 20، ثم أغلق في 50ات من القرن نفسه. وخلال تلك الفترة عثر المستكشفون على شبكة من الأنفاق أسفل المسبح مباشرة. بالتأكيد يمكنك العثور على مدخل وإلقاء نظرة بنفسك، وهناك لن تجد أنظمة تنقية وتدفئة أو المسبح فحسب، بل العديد من الجداريات التي تعود إلى فترة ما بعد إغلاقه. مدهش. قد يبدو هذا السؤال غريبا، لكن هل سبقت لك رؤية بقرة في نيويورك؟ شخصيا لم يسبق لي ذلك بالتأكيد. حسنا، ربما يوجد سبب وجيه يفسر الأمر. من الواضح أن مدينة نيويورك ما زالت تحتضن أنفاقا تحت أرضية بنيت بغرض نقل الماشية. منذ بدأت شوارع نيويورك تزدحم بالسيارات، أصبحت الماشية تعيق حركة المرور، إلى أن تم بناء ممر للأبقار بطول 61 مترا أسفل شارع 12 لنقل الماشية القادمة من نيوجيرسي. في أيامنا هذه لن تتمكن من زيارة هذا المكان لأن معظم أرجاء النفق تهدمت، لكن المؤرخين عثروا على مخططات تثبت وجوده، كما اكتشف علماء الآثار حفرية غريبة جدا منذ فترة. والآن تخيل أنك تقشر طبقات تربة المدينة كما تقشر بصلة.
بداية على عمق 40 سنتيمترا ستجد طبقة من الأسلاك. أتحدث هنا عن أسلاك شبكات التلفاز والكهرباء وما إلى ذلك. وعندما تتعمق أكثر على عمق متر واحد ستمر بأنابيب المياه والصرف الصحي. ثم بعد أن تصل إلى عمق 5 أمتار من سطح مدينة نيويورك ستجد حطام سفينة متحجرا. يقع الحطام أسفل شارع برود مباشرة حيث كانت المياه ضحلة ذات يوم. يعتقد العلماء أن الحطام يرجع إلى القرن 17. طوله 27 مترا وعرضه حوالي 8 أمتار. وليس هذا فحسب، في تقاطع شارعي بويري وكانال عثر المهندسون على غرفة فريدة غطيت جدرانها وسقفها بالمرايا، ولم يتمكن أحد من تفسير وجود هذا المكان الغريب حتى الآن. وصلنا إلى ختام جولتنا أسفل مدينة نيويورك، لكننا تعمقنا إلى ما هو أكثر من القشور في هذه الجولة. وقبل أن نفترق دعنا نستمتع بأفضل ما يقدمه مطبخ نيويورك، خبز البيجل على الطريقة القديمة. ومن يدري، ربما في المرة المقبلة سنزور باريس أو حتى لندن. أراك قريبا أيها المستكشف البطل.